تأتي من مجال المقترح الذي يجب التقبال فيه الأطراف. الفريق الاشتراكي قررت نظيم هذا اليوم الدراسي حول تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية المكتسبات وسبل الترصيد. الغاية من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو الاستحضار مع جميع الفاعلين اللي مدعوين اللي هم من فاعلين مجتمعيين يعني المجتمع المدني من نقابات من البرلمانيين بطبيعة الحال والفرق، هو استحضار المكتسبات اللي حققتها القضية الوطنية واستعرضها مع نخبة من المفكرين وتطورت اللي عرفها الموقف الدولي سواء في على مستوى أوروبا على مستوى إفريقيا على مستوى أمريكا اللاتينية، ثم من خلالها أيضا استعراض الجهود اللي كتقوم بها الدبلوماسيه الموازيه، الدبلوماسيه البرلمانيه، الدبلوماسيه من خلال الاحزاب السياسيه، الدبلوماسيه والجهود اللي يقوم بها المجتمع المدني. كل هذا من الغايه منه ترصيده توضيحه يعني الوقوف عنده بشكل كبير ونشوفوا التراكمات، ولكن من خلاله خلق واحد الخطه جماعيه للعمل المشترك. جلاله الملك اكد ما من مره ولكن في خطابه الشهير امام البرلمان بان قضيه الصحراء المغربيه هي قضيه الجميع وبدون استثناء، فاعلين سياسيين، مجتمعيين، برلمانيون، نقابيون، حكومه الى غير ذلك. فبالتالي اليوم الا كنا في شي حاجه في البلاد ديالنا في شي حاجه ماسه هو هذه الجهود التي يقوم بها الجميع يتم توحيدها في خطه واضحه لدعم الدبلوماسيه الرسميه اللي كتقوم بها بشكل مباشر وزاره الخارجيه والقنصليات ديالها باشراف كامل من جلاله الملك. كنعتقدوا اليوم احنا في مرحله بقدر ما كنحققوا واحد العدد ديال المكتسبات، بقدر ما كنحققوا واحد العدد ديال التراكمات، عندنا صعوبات كبيره في الموضوع لان الخصوم ديال الوحده الترابيه متربصون دائما، خصوم يحنون الى الهد الاستعماري واقفون بالمرصاد دائما، وكنشوفوا في كل لحظات كنلقاو مؤامرات تحاك على البلاد ديالنا. فالمواجهه ديالها لن تكون الا بتوحيد الصف على الموضوع، إجماع وطني شامل حول الموضوع اللي بإمكانه إفشال كل هذه المخططات. فالحكم الذاتي تنظر بأن كانت واحد المساهمة جد قيمة من طرف المغرب واعترفوا بها، اعترفت بها الأمم المتحدة، اعترفت بها بلاد أخرى. تنظر بأن المشكل الوحيد اللي كان يمكن ما تقبلش هو إحنا اللي جينا بها، كان جاوب بلاد أخرى بهذا الفكره هذه، كون يمكن شحال هذه باش حل لنا هذا المشكل، واخا مع الاخوان ديالنا الجزائريين يمكن تبقى حلم صغير. تاتي هذه الندوه في هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تحت مجموعه من الرهانات والمكتسبات التي حققتها القضيه الوطنيه. طبعا هذه الرهانات وهذه المكتسبات كانت من بينها فتح مجموعه من القنصليات داخل الاقاليم الجنوبيه العيون والداخل كبرى حواضر الاقاليم الجنوبيه، كذلك الاعتراف الرسمي للولايات المتحده بشرعيه الصحراء المغربيه، الاعتراف اللامشروط بالحكم الذاتي لمجموعه من الدول الاوروبيه، كذلك لمجموعه من الدول الافريقيه ودول امريكا اللاتينيه. هذه الانتصارات طبعا كانت تحت اشراف وتوصيات وخطابات والرسائل التي يوجهها صاحب الجلاله لسلك مسار في الدبلوماسيه الموازيه للمغرب، كذلك تحت تضافر جهود الشعب المغربي بجميع مكوناته ومؤسساته البرلمانيه والحزبيه والنقابيه والمؤسسات تشارك ايضا في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. ما وقع في افتتاح الشام في الجزائر هو مهزلة صراحة، القدوم بحفيد نيلسون مانديلا لبث في تاريخ، أعتقد أن حفيد نيلسون مانديلا لا يعرف حتى تاريخ أباه، ما بالك يعرف تاريخ الصحراء. نحن في صحراءنا، نحن في موقعنا، لا نحتاج لا حفيد ولا مانديلا بنفسه أن يحدثنا عن صحرائنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.